جواد الأوصياء، جد على من أتى باب المراد الهاشمية. أنت نور فاض من طه، فما كنت إلا مثل طه نبويا. يا جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية. أنت نور فاض من طه، فما كنت إلا مثل طه نبويا. كم تجلى فيك آي للهدى، من كتاب الله قد كان خفيا. فيك من موسى وعيسى شبه، وغلام فيه بشرى زكريا. أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا؟ أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا؟ كيف ناظرت شيوخ الدين في مجلس الفتوى وقد كنت فاتيا؟ فتبدى منك علم معجز من رسول الله إذ كنت الوصية. فتعاليت ولا غرو إذا جعل الله بك الدين عليا. أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا؟ أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا؟ ما اسم المولود المبارك يا ابن أخي؟ سماه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنه في الصحيفة المحفوظة التي أنزلها جبريل عليه السلام على جدي رسول الله، وهو التاسع من بنيه، اسمه محمد ولقبه الجواد. قال جدي: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجهه. صدق رسول الله. وأثر عنه أنه قال: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا كان خيرا لهم. وقال جدي: ما من مائدة وضعت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا وقدس الله ذلك المنزل في كل يوم مرتين. يا عروة الدين البتين و
وبحر علم العارفين. يا قبلة للأولياء وكعبة للطائفين. من أهل بيت لم يزالوا في البريات محسنين، وسيفها. أنتم جند الأمين ابن الرشيد، أنتم المنصورون بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الجند، وأنتم ماضون لتأديب الماكث الغادر المغتصب لما ليس له، اذكروا إنما تقاتلون عن خليفة الله وسليل البيت الهاشمي ووارث سلطان آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تخشوا طغام خراسان، ما هي إلا جولة خيل حتى يلوذون منكم بكل واد فتأتون به مكبلا بالجامعة التي أرسلتها أمي رحمة به وإشفاقا. رغم أنه شق عصا الطاعة وفارق الجماعة، وهو إن مات ميتة جاهلية. أنتظركم في دار السلام بغداد، دار الإسلام العامرة، لنحتفل بالنصر. وقد أمرت لكم بأرزاق سنة معجلة غير مؤجلة. الله أكبر، 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 الله أكبر. ماذا تقول في جيشك يا مولاي؟ والله ما حضرني إلا قول جرير: أنا البازي المطل على نمير أتيح لها من الجو انصبابة. لكأني بعبد الله وقد رأى كثرتهم وسلاحهم فارتعد واقشعر، فاحتاج به عرق من أمه يشعره بالصدمة فيدرك أنه قد ركب عظيما. إنه خب، فإن أمسكت به فلا تعطفنك عليه الرحم. سأترك أمره لأم جعفر، وما أنا وجنده إلا كما قال الأخطل. تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري. ضفاضع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر. زانك الأدب والله يا مولاي. كان الرشيد يحرص على تأديبنا، لكن أخي أبا إسحاق أعياه فتركه. وعبد الله يا مولاي؟ أفل له، كان ينال قصب السبق فينا في الشعر والحديث والتلاوة، ولهذا وقع في قلبه حتى كاد يصيرها له. بارك الله بأم جعفر وبابن الربيع. إنها الحرب خبوط باليد لبوط بالرجل، وقد لمع شبوبها، والله أعلم إن كنا من حصيدها. مولاي، خراسان ليست سهلا يخترق ولا ثوبا يخترم، إنها حزن صعب ورجال أشداء. فاجمع أمرك وشد ركنك وأظهر للعامة ما يحبونه منك، يكونون لك درئا وعلى عدوك سيفا قاطعا. فهذه أرض الأكاسرة والأبناء الذين عرفتم وخبرتم، وأنت ابن أختهم. بلى والله، نحن العرب من أطلق عليهم أبناء الأحرار هيبة لهم وإجلالا، وأنا لهم أن يشعروا بالنصفة في دولتكم.
فما لك لا تكون صاحبهم الحبيب إلى قلوبهم؟ ولطالما ظلموا. كان الحجاج من عتوه وتجبره يمنع العرب من الصلاة خلف الموالي، حتى أن معاوية بن أبي سفيان فكر مرة أن يقتل نصفهم في العراق خوفا من كثرتهم. لقد وهبك الله عقلا واعيا ولسانا ناطقا وحجة بالغة، وهي أبلغ من السيوف فيما نحن فيه. فابدأ أيها الأمير، فإن صفت لك خراسان وأحبك أهلها فزت والله. غدا أكون معهم وأخطبهم في صلاتهم إن شاء الله. إن الحرب قادمة قادمة، شمرت فلنشمر. أيها الناس، الحمد لله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، إن أخي محمد الأمين بن هارون قد خلعني من البيعة، وخلع أخي المؤتمن، وبايع لابنه المفطوم موسى. وموسى كما تعلمون لا عقل له، ولا يفهم لا ببيعة ولا بهيعة، وهذا أمر الأمة. وأمر الأمة لا يترك للصبية يلعبون به ويجعلونه هزءا وسخرية لهم ولغلمانهم، وقد جرى في سبيله أنهر من الدم. وبعدها يأتي هذا الناكث الغادر فيضيع الأمة ويخلعني. أيها الناس، إني قد عزمت أن أسير فيكم على طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عليه السلام. وصي رسول الله، باب علمه، صهره، والد أحفاده الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعلموا أيها الناس أنني واحد منكم، ولدتني العرب والعجم، كابن عمي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. يرحمكم الله يا أهل خراسان، ما أنا إلا منكم، دمكم يجري في عروقي. ولا أقول في موقفي هذا إلا ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عليه السلام. حيث قال عليه السلام: أيها الناس، إن لي عليكم حقا ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا. وأما حقي عليكم الوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم. إن سرت بنا سيرة أمير المؤمنين عليه السلام فوالله لنسيرن معك إلى آخر الأرض، ولو خط البحر لخضناه على أرجلنا. فوفي لنا، نعرفها لك ونحن الأوفياء. مثلكم من وفى ومثل من أجاب، ولسوف أجلس إلى مظالمكم وأردها إن شاء الله. ومن أعيته الحيلة في عامل فليأتني، ولن ينال إلا ما يرضى ويحب. قوموا إلى أعمالكم يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يا ابن العم، ما فينا مثلك، أنت سيدنا في زماننا هذا، وإني لأرجو الله سبحانه أن أوفق بما أتيت لأجله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليك يا ابن عمي وسيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أما كنت أرسلت إلي فأتيك؟ معاذ الله، بل أنا آتيك، فأنت الأولى بالفضل. حللت أهلا، فالدار دارك يا ابن العم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إنه طيب، بل ما ذقت أطيب منه. كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سيدي لقد عزمت. أعرف. عافاك الله يا سيدي. وما تقول فيما عزمت عليه؟ الله بالغ أمره. وكأنك يا أبا الحسن نعيت إلى نفسي. حفظك الله يا محمد، حماكم الله آل محمد من كل شر. أنتم بقية الناس، ما يصيبكم ولو كان شوكة يحزنني يا ابن العم. يا أبا الحسن، أرى أن الأمر مضطرب على ولدي هارون، والناس قد سئموا ملكهم، وقد اتصل بي أناس من ربيعة في الجزيرة وبايعوني، فماذا تقول؟ لو بقيت في مدينة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله، ولكنهم ظلموا وتجبروا وعاثوا في الأرض فسادا، وأخذوا مال المسلمين بغير وجه حق، وهذه لحظة مناسبة لنعيد الحق إلى أصحابه ونعم الناس بعدلنا. يا ابن العم، إن أزمعت وهذا لك، فإني أنصح ألا تقرب منك من يرغبون بخروجك لدنيا يصيبونها أو سلطان يرجونه فيستبدل الناس جورا بجور، وليكن خاصتك ممن يعرفون الحق فيضعونه مواضعه، ولا تخرجن إلا بعد أن تتيقن من تجاوب أكثر الناس، وعد للأمر عدته. إن فزنا أشهد الله علي أن أعدل بين الرعية إسوة بجدي أمير المؤمنين عليه السلام. حفظكم الله ورعاكم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. وإني لأتضرع إلى الله أن يردك ومن معك سالمين. هكذا إذن أعطى قيادة وراية جيشه لعلي بن عيسى بن مهام. يا لحمق أخي، يا لحمقه. لعل ذلك من تدبير ابن الربيع يا مولاي. وهذا أول الفشل. أما ابن الربيع فقد أعماه حقده وطمعه، فهو يعتقد أنها لو خلصت لي لأزلت نعمته ولأطعمت السباع جثته، لما كان منه من جعفر بن يحيى وآل يحيى بن خالد البرمكي، إلا أنني أقرب إلى العفو. ولو كان من أحد يواخذ فهو أبي الذي أزال بنكبتهم زهوة هذه الدولة. لقد كانوا الخميلة المتفتحة، ولكأن الخلافة أظلمت من بعدهم. يقولون إن معه جيش لا يعرف عده. ليست الجيوش بكثرتها، بل بطاعتها وحنكة قادتها. كم هو أحمق، أرسل إلى أهل خراسان أبغض خلق الله إلى قلوبهم. أرسل لهم من أذل رؤساءهم وحلب وسلب أموالهم واحتفظ بها لنفسه ولأولاده، وفتك بهم قتلا ونفيا وسجنا. وبهذا فقد وفر علينا الأمين بن زبيدة نصف الحرب، وقد رميناه بالماجد الشجاع المعتد بكبريائه. قصدت طاهر بن الحسين، فنعم ما أشار الفضل بن الربيع عليه.
وهو خير مشير. السلام على الأمير الطاهر ابن الحسين. مرحبا بكم، واعلموا أنه ما خاب من استشار. أما أن عيوننا أفادونا بأن جيش الأمين قادم إلينا، وهو جيش كثيف قوي لابد من الاستعداد له ببصر ثاقب وروية وحكمة، فإن الفشل أول الاستهتار. صدقت أيها الأمير، إنك لعلى بينة من شؤون الحرب. واعلموا يرحمكم الله أنني لا أقبل أن يتقدم علي أحد في جندي، فإن التنازع أول الفشل. واعلموا أن كرامة كل واحد فيكم موفورة مثل كرامتي، لكن الحرب لا تقبل التنازع، فاجتمعنا فالأمر لي، وإن افترقنا فكل منا على جنده. هذا ما قبلناه أيها الأمير. وأني أبشركم ولا أمنيكم بأن هذا المدل بنفسه المستهتر بنا، علي بن عيسى بن ماهان، قد ارتكبوا لحماقاته باستهتاره بنا كما فادتنا عيوننا، لكأنه قادم ليجلدنا بسياطه لا ليجلدنا بسيوفه، وهذه يدرك كبيرة يجب أن نستخدمها. الحرب صبر ساعة. والكريم ما صبر. سيدي، ما وراءك يا يحيى بن علي؟ لو كنت أبكيت العيون وبعتك الطلائع وسددت موضعا تعسكر فيه وتتخذ خندقا للجند يأمنون به، لكان ذلك أبلغ الرأي وأأنس للجند. ليس مثل طاهرة من يستعد له بالمكايد والتحول. إن حال طاهرة تؤول إلى أحد أمرين: إما أن يتحصن بالري فيبهته أهلها فيكفون مأونته، أو يخيلها ويدير راجعا لو قربت خيولنا وعسكرنا منه. أي طاهر؟ أنا ابن ماهان. كما تشاء يا سيدي، وإنما واجبي أن أنصح. أوفيت أوفيت. أيها الجند، الله الله، في أرضكم وبلادكم حاربوا عنها كما تحارب لبة عن أشبالها، فلا تقتحمن بلادكم وتداس أعراضكم وتمتهن دياركم وتشبى زراريكم ويقتل أبناؤكم، وقد علمتم سيرة ابن ماهان فيكم. لا تخونوا أخوين يقتلان على الملك، إنما نقاتل عن أهلنا وبلادنا، فلا تهنوا ولا تراجعوا، والنصر لكم بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحكموا صفوفكم وفوا عيونكم ولا تستخفوا بعدوكم، بل استعدوا له استعداد من لا مفر له من إحدى خلفائه.
بالموت أو النصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من ذا الذي يخوفني بطاهر ابن الحسين؟ أنا الذي عرفت خراسان وخبرت أهلها، ومن هو طاهر بن الحسين؟ فوالله ما هو إلا شوكة من أغصاني وشرارة من ناري. وما مثل طاهر يتولى على الجيوش ويلقى الحروب، والله ما بينه وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الريح العاصف، إلا أن يبلغه عبورنا عقبة همدان، فإن السخال لا تقوى على النطاح، والثعالب لا صبر لها على لقاء الأسد. فأن يقم طاهر بموضعه يكون أول معرض لضباط السيوف وأسنة الرماح. قصف الله عمري إن لم أقصف عمرك يا ابن مهان. فيك شيعتنا وفيك مقاتلنا، وتحت ثراك أطهر خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. خذي يا أمة الله، هذا كل ما أملك. بارك الله فيك. أنت وأمثالك من أخرجني على هؤلاء الظلمة الذين احتجزوا مال الله ووضعوه في مكان غير مكانه، يسوسون الناس بالظلم حتى عز العدل وانقطعت الرحمة. السلام عليك أيها الأمير. ما وراءك يا أحي؟ أبقى الله الأمير أقول، لو تجمع متفرق العسكر وتحذر على جندك البيات، ولا تسرح الخيل إلا ومعها كنف من القوم، فإن العساكر لا تسايس بالتواني، والحروب لا تدبر بالاغترار، والثقة تحترز، ولا تقل المحارب لي طاهر، فالشرارة الخفية ربما صارت ضراما، والثلمة من السيل ربما اغتر بها فصارت بحرا عظيما. وقد قربت عساكرنا من طاهر، فلو أراد الهرب لما تأخر إلى يومه هذا. اسكت، فأن طاهرا ليس في هذا الموضع الذي ترى، إنما يتحصن الرجال إذا التقوا أقرانهم ويستعدون إذا كان المناولهم أكفاءهم ونبراءهم. كما ترى أيها الأمير، فلك الأمر ولنا السمع والطاعة. اشحذ سيفك فإن اللقاء اقترب،
وما هي إلا ساعة وترى رأس طاهر في حجري، فأنا أعرف بالحرب منك يا يحيى. حسنا أيها الأمير، إن كانت الحرب فسترى مني ما يعجبك. ذاك ما ننتظر مقعد جندنا. تلقون عدوكم، فالله الله في أنفسكم وأميركم وبيعتكم، فلا تهنوا ولا تراجعوا، والنصر صبر ساعة، فالرماح الرماح، والسيوف السيوف، والموت والله جردة من عار الفرار، فاصبروا وصابروا، والنصر لكم بإذن الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! ماذا تقول؟ ما سمعت يا مولاي؟ من جوف الكعبة؟ والله لأخلعنك يا ابن هارون. اجمع لي شيوخ مكة الآن. أمر مولاي. جناحان، اقطعوا الجناحان فيقع الطائر أرضا أمامي. رماة الأسهم، Ah!
ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وما النصر إلا من عند الله، فسبحان الذي كشف باطلهم بري، وإنه ما كان إلا ما تحبه قلوبنا من الولاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والعترة الطاهرة من آل بيته المظلومين. يا لك من مقاتل يا أهل خراسان، ها أنا أعلن مذهبي أمامكم غير هياب ولا وجل، وليقل قائل ما بدا له. إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو خير البشر، خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي. وعليك السلام. هذا هو العقد الذي كان في جوف الكعبة يا أمير المؤمنين. مللت. أما أنهم لا يتركون لي الوقت لأفرغ لنفسي، لكأنني وأنا الخليفة خلقت فقط للجلوس مع القضاة والولاة والجد. أليس من حقي يا عماه أن أخلو بنفسي؟ أنت محكم يا أمير المؤمنين. حلفت عليك يا عماه أن تغني. غني غني. إن كان ذلك يرضيك سأغني يا مولاي. السلام عليك يا مولاي الأمير. وعليك السلام يا ذا الرياستين، رياسة الحرب ورياسة التدبير. إني لا أرجو يا مولاي أن ترضى عن طاهر بن الحسين ولا تجد عليه.